مغترب في الكويت وبتحط القرش على القرش وتحويشة عمرك كلها وبتكون مش عارف تحطها في ايه؟ مفيش أضمن من الذهب تستثمر فلوسك فيه، سعره في العالي وبقى مجنون يا ذهب. فلو راجع من الكويت أو أي دولة تانية وحطت تحويشة عمرك كلها في الذهب، مش عارف الكمية اللي معاك مسموح بيها تدخل مصر ولا لا، ولو دخلت هل هتدفع جمارك عليها؟ هل هتدفع ضريبة القيمة المضافة؟ طيب هتكون قد ايه؟ هل لازم تبقى معاك الفاتورة كإثبات؟ طيب موقفك ايه بالنسبة لقرارات الحكومة الكويتية؟ بتجيبها يمين وشمال علشان ما تدفعش مليم واحد وتقول خلاص لقيتها هلبس مراتي الذهب لحد ما عدي بس من مطار القاهرة؟ طيب هل في الحالة دي مش هتدفع جمارك؟ كل الأسئلة دي وأكتر واللي بتدور في دماغك دلوقتي هجاوب لك عليها كلها في الفيديو ده بالتفصيل. أنا آيل وليم، كمل معايا الفيديو لآخر عشان تعرف كل التفاصيل. مبدئياً علشان ما تتاخدش في الرجلين ويتقال عليك مهرب وانت راجع من السفر، على الله حكايتك وربنا يعلم باللي مريت بيه علشان تحوش القرشين دول، لازم وانت داخل مطار القاهرة تقول ان معاك حاجة او معاك ذهب، وهنا هتعمل الإجراءات اللي هتساعدك تدخل بشكل قانوني وما تخسرش غربتك كلها وفلوسك كلها. وده اللي أكده الشحات الغاتوري رئيس مصلحة الجمارك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، وده كان في برنامج الحكاية، إنك ما تستناش إن مأمور الجمارك يوقفك ويسألك معاك حاجة تدفع عليها جمارك ولا لا. كل اللي بيدفع في الجمارك مجرد ملاليم، مفيش داعي لإخفاء أي واردات أو مشغولات أو حتى سبايك. وكمان قال إن قيمة المصنعية لجرام الذهب بالمشغولات الذهبية بتتراوح بين 60 ل 80 جنيه، لكن قيمة الضريبة على الجرام مش بتتعدى 10 جنيه، ودي قيمة قليلة جدا جدا. أما بالنسبة للسبايك الذهبية مش بيدفع لها ضريبة القيمة المضافة، لكن خلي بالك لو السبايك مدموغة بالأرقام فبيكون عليها ضريبة. طيب هل لو مراتك لبست المشغولات دي تدخل عادي ولا هتدفع عليها جمارك وضريبة؟ بص، هو بيكون ليهم نظرة في الموضوع ده، فلو الست لابسة سلسلة أو أنسيال ولا خاتم أو أي ذهب شخصي بتاعها أكيد هتعدي ومن غير ما يتقال لها تلت تلاتة كام، لكن ما تبقاش لابسة كيلو ذهب وتعدي. وده اللي أكده الشحات الغاتوري، إن الذهب للاستخدام الشخصي والزينة واردات معفاة من الرسوم طالما كانت كميات الذهب اللي لبسها السيدة معقولة ومش مبالغ فيها، غير كده هيتم خضوعه لضريبة القيمة المضافة. وقال كمان ما سمعناش عن سيدة اشتكت من إن حد خد منها ذهب أو قام بتحرير محضر ليها إلا إذا كانت مخبياهم وسط الهدوم، ومش لازم تكون معاك فواتير للذهب اللي معاك. طيب ده يخلينا نسأل سؤال مهم، ايه كمية الذهب المسموح بيها لدخول المطار؟ القانون بيسمح للراكب يكون معاه مش اكتر من ذهب بقيمة 10,000 دولار، يعني حوالي 170 جرام ذهب. الايام اللي فاتت حصلت مبادرة اعفاء واردات الذهب للمصريين اللي جايين من برا علشان يشجعوا المصريين على شراء الذهب من الخارج وكمان بيعه في مصر. وابراهيم عشماوي مساعد وزير التموين في تصريحاته لموقع صدى البلد قال ان السبائك والجنيهات الذهب بعد قرار الاعفاء الجمركي تم اعفائها من الرسوم الضريبيه والقيمه المضافه، اما المشغولات الذهبيه هيتم فرض رسوم قيمه مضافه عليها ودي من بين 6 ل 11 جنيه، وده بجانب الاعفاء الجمركي. ومصلحه الضرائب قالت في بيان ليها ان رغم الاعفاء الجمركي عن الذهب هيستمر تطبيق ضريبه القيمه المضافه وهتطبق على المصنعية بس مش على قيمة جرام الذهب، وده بحسب اللي نشره موقع المصري اليوم. علشان كده بعد المبادرة دي الكويت شددت إجراءات خروج المصريين بالذهب وقالوا إنها هتكون بحساب مش على البحر كده، وعلشان تخرج من الكويت ومعاك ذهب لازم تعمل شوية إجراءات. الكويت خدت قرارات جديدة على المصريين من شراء الذهب وبضوابط شديدة زي يكون معاك الفواتير وبتقدمها لإدارة جمارك الشحن الجوي قبل السفر بثلاث أيام، وبعد كده هتاخد البيان وتقدمه لمفتشين الجمارك وتخرج بالذهب بكل سهولة. الكويت عملت كده علشان معدل شراء المصريين للذهب في الكويت والسعودية زاد جدا الفترة اللي فاتت، وإن خروج السبائك الذهبية معناه إن المسافر حول فلوسه للذهب وده قبل الخروج من الكويت، فلازم يتم التعامل جمركيا مع الكميات دي. ووفقا للي نشرته جريدة الأنباء الكويتية إن لازم المسافر يكون معاه بيان صادر من إدارة جمارك الشحن الجوي بخصوص السبائك وكمية الذهب اللي معاه، وده سواء كانت كمية السبائك دي كبيرة أو صغيرة. أما لو معاه مشغولات ذهبية فالموضوع بيختلف، يعني لو الكمية معقولة مش لازم تجيب بيان من إدارة الجمارك، بس لو الكمية كبيرة عن الطبيعي يبقى هيطبق عليك اللي هيطبق على شروط الخروج بالسبائك. انتوا بقى كمصريين مغتربين في الكويت، ايه رأيكم في قرارات الحكومة الكويتية
وهل شايفين أنه قرار الدولة المصرية بإعفاء الواردات من الذهب كان في صالحكم ولا ضدكم؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.